وهنروح سريعا لفقره الكاريكاتير، واول كاريكاتير معانا النهارده من اليوم السابع هو بريشه الفنان محمد عبد اللطيف. من الاخبار ده كاريكاتير اخر، بريشه الفنانه مروه نور، وفي بعض الناس الحقيقه قالت لي احنا عايزين من حضرتك شرح للكاريكاتير. طب هو الحقيقه مش كل الكاريكاتير نقدر نشرحه، لكن اللي هنقدر نشرحه يعني في كلام كده ما يتقالش، بس هو بيبقى الصوره كلها بكل ما فيها عن موضوع معين، يعني ممكن حضرتك تشوفوه وتقروه، لكن اللي هنقدر نشرحه هنبقى نشرحه. طبعا ده تلبيه للمشاهدين اللي بيشوفونا، احنا بنشكر كل الناس الحقيقه اللي متابعانا وبتحرص انها دايما بتبقى عايزه اضافات وتغييرات وتطويرات في البرنامج ده، الحقيقه حاجه اضافه لنا وبتبسطنا. خلينا نشوف البيان الاماراتي ده كاريكاتير عن سوريا، وهو بريشه الفنان عامر الزويدي. الاندبندنت البريطانية ده كاريكاتير عن أزمة المدرسين في الولايات المتحدة الأمريكية، والحقيقة طبعا برنامج كل يوم كان من شوية كان جايب جزء من هذا الموضوع واتكلم عنه باستفاضة في حالة كده من استهداف المدرسين بأمريكا. الكاريكاتير ده باختصار بيشرح إيه اللي بيحصل في أمريكا للمدرسين وليه بالظبط، وكمان في حاجه كده انتقاد لرئيس امريكا من خلال هذا الكاريكاتير، ان يعني ليه احوال المدرسين مش بتتدخل فيها رغم ان في قرارات كتيره قوي تبقى اقل اهميه، ولكن لا ولكن تتدخل فيها اكثر من احوال المدرسين. في انتقاد، وانتقاد اعلامي كبير جدا موجه كمان لرئيس امريكا في الفتره الحاليه.